رايك في ظاهرة تهريب السيارات إلى دول الجوار الأفريقي؟ والله هي ظاهرة سيئة، هذه أول شيء، ولكن لو نجوا نحسبوها من ناحية منطقيا، أن السيارة اللي أصبح سعرها في السابق 6000 أصبحت تباع ب 19000 و 20000. المواطن الليبي من حقه أنه هو يبيعها، يقول لك نقص سيولة والسيارة ما كانتش تسوى السعر هذا، فمن حقي إني أنا نبيعها. هم في اللي عارفين وين الغرض نتاعها وين تمشي، وفي اللي مش عارفين أساسا وين تمشي. فنشوف فيها أنها ظاهرة سيئة، ونتمنى من دول يعني من الحدود أنهن يراعي الشيء هذا، هذين سيارات ليبية. طبعا الحاجة هذه أو حاجة ترقي في سعر السيارة، ثاني حاجة ترقي في سعر قطع غيار. طبعا أنا أحد مستوردين قطع غيار السيارات، يعني الزبون ما عادش قاعد يتحمل الاسعار اللي نشوفوا فيها، اسعار السيارات، اسعار قطع غيارها يعني. وطبعا في بادره كويسه دايرينها توا في الحدود، انه يرجعوا في السيارات الصغيرات هذين اللي يشيلوا فيه للسودان، وان شاء الله ان شاء الله خير. والله هذه ظاهره تدل ان فيش اجهزه رقابه على المركبات الاهليه، فضروري من عمل حصر لهذه المركبات وتثبيت تسجيل ارقام محركات السيارات في كل كتيب، حتى معرفة يعرفوا منظومة أو إجراء منظومة معرفة المركبات لمن تعود أو كذا. لكن أغلب السيارات تقوم بعملية سرقات أو عملية بيع وتهريبها، هذه اعتماد الرئيسي على الأجهزة الرقابة والبوابات. طيب نقول القضاء على هذه الظاهرة في الوقت الحالي صعب تزامن مع الأحداث اللي تشهدها البلاد وحرب الجيش على الإرهاب، ولكن كيف نقدر نحدوا منها نوعا ما يعني؟ هي بس مراقبة، في أجهزة أمنية مهتمة بالمراقبة على المركبات الأهلية، وخاصة اللي هي بدون لوحات وما فيهاش كتيب وما فيهاش أوراق، وهذه المركبات أكثر المركبات اللي تم تهريبها، فلا بد من الأجهزة الأمنية ونخص المرور بشد الخلاق على المركبات، وعمل بوابات وعمل بعض البوابات الأمنية لحصر هذه السيارات وتقييد بعض السائقين بالإجراءات المتبعة في تسجيل هذه المركبات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله هذه الظاهرة سيئة، والليبيين نقول لك يشاركوا فيها بالأغراض المادية، وهذه المفروض الإنسان يتغاضى على الفلوس بسبب الوطن. والحاجه الاخرى انه المفروض يكون فيها يد من حديد على من يهرب السيارات او اي شيء يهرب خارج ليبيا، باعتبار ان ليبيا تو حاله حرب، المفروض يسكروا جميع المنافذ ويخلوها حاله حرب، ويمنع اي شيء يطلع من ليبيا لغايه ما البلاد تستقر، وان شاء الله ما ناخذ استقرار. وهذه راهي ظاهره سيئه، وهذه حتعود بالسيء على المواطن. المفروض المواطن حتى هو ما يساعدش في الامور هذه النهائي، لانها حتضر باقتصاد الوطن يعني. والله ظاهره يعني سيئه سيئه جدا، وانا نطلب من امن او حرس الحدود ان كيف حاجه كذا مش مدميه سياره يعني تطلع، كيف حاجه كذا مش نبيله يعني. حتى نحن هنا اصبح في صعوبه في شراء السيارات، غلاء السيارات، ويعني ليش هذا مش سببها التهريب يعني. فطبعا ظاهره سيئه، ونتمنى ان تنتهي في اقرب وقت ممكن يعني. طيب يعني شنو توجهي للمواطنين او للناس اللي هي تقوم بهذه التجاره او هذا التهريب؟ نوجه لهم اول حاجه المفروض اي حد او يعرف اي حد لازم يبلغ عليه على طول، ما يقولش لجاري ولا يقول حاجه كذا، ما يعني ما فيش يزعل، مش مهم. لازم انا اهم حاجه بلادي خيري وخير عيالي وخير بلادنا. كيف تهون عليك سياراتنا ورزقنا يمشي يعني تهرب يعني؟ هذه اخر حاجه خلاص نحن وصلنا لها، نهربوا حتى في سياراتنا بداوا يهربوا فيه لنا، ونحن بدينا نلقى صعوبه حتى في قطع الغيار، بدات صعبه تصنيع ايجادها. ويعني بصراحه ربي يعين وان شاء الله البلاد، وربي يهدي كل واحد، ويا ريتهم يقعدوا شويه مع انفسهم ويشوفوا الموضوع هذا، ينظروا له وينظروا لاهلهم وينظروا لبلادهم، ان هي بلاد بيت مصغر يعني، كل واحد كيف حوشه بلاده، فلازم يحافظ عليها. نتمنى ان الظاهره تزول. والله هي ظاهرة غريبة، خاصة ان الفترة الأخيرة اكتشفنا ان في نسبة كبيرة من سرقة السيارات، وتفاجأنا بها. ونشد على الجهات الأمنية ان تشد بيد من حديد ان تقضي على الظاهرة هذه، لأنها ظاهرة فعلا مش مجتمعنا، ولا واكيد السيطرة. وانا عندي ثقة في الجهات الأمنية انها تسيطر على الموضوع هذا يعني. هو المشكله غير مش غير تهريب السيارات بس، ان الظواهر واجده في غياب القانون، في تفعيل القانون، في رجال القانون، رجال الدوله، في غياب جميع. شو نقول لك يعني، شيء طبيعي. يقول لك لما قال من السابعه يعلم السرقه، ولو ما ذبحتي من وراها تلقي وراها يعني كل شيء، ما فيش حاجه عباطه. يهربوا سيارات ان في من يفيد ويستفيد. يبقى اذا كان دوله غائب القانون وما بدون مش مفعل، الله اعلم لاسباب ما يعلمها الا الله، هذا وضع طبيعي مش مستغرب يعني. والله طبعا ظاهره مش تمام، لكن ما بحثش في الظاهر نفسها، بحث في الاسباب. شو اللي خلاهم يديروا هيك؟ غياب حرس الحدود والجمارك والامن يعني بشكل عام. لو في امن مضبوط، في ضبط الحدود، ما كانش حيصير هيك. فهمت علي قصدي كيف؟ كيف يتم حل او القضاء على هذه الظاهره ولو بشكل جزئي يعني؟ بشكل جزئي طبعا. المحاولة ان يعني ضبط العمليه، يعني يكون في نقاط تفتيش تمام، يعني في بوابات يدققوا اكثر. لما يكون في تدقيق اكثر في البوابات وفي ضبط وربط، اكيد اللي بيهرب حيصعب عليه الموضوع شويه، مش حيكون سهل يعني، حيقلق صعوبه. بعدين نطلب من القياده العامه زي ما توفرت الجيش والشرطه والامن واتسع في الشيء هذا، ان حتى هذه من ثروه وطنيه يعني. السيارات انت عارفه يعني التجاره وزي هذه تضر برضه لها، لو ما كانش بتضر ما كانش هربوها يعني في الخير بكل. والله كارثه كارثه ان نقدروا نعطوا في رزقنا ونعطوا في ممتلكاتنا. الناس مع احترامي لهم طبعا هو يهربوا فين بشكل غير قانوني، وهذا شيء مخالف. سمعت انه يبيعوا فين باسعار، ياخذوا فين باسعار، انا يبيعوا فين باسعار غادي اغلى. عشان رئيس السودان صدر قرار السياره نوع كذا بتقعد تاكسي غادي. باهي ليش ما نستفيدوا منها نحن؟ باهي ليش ما تقعد عندنا؟ ليش قعدنا نرخصوا في بلادنا ونرخصوا في كل حاجه؟ كيف الروح قعدت رخيصه وكيف كل حاجه. الحمد لله يا رب. يا تو حاليا القوات المسلحه قايمين بانجاز كبير بكل، وردت هيبه الليبيين، وردت شرف كل ليبي راح منا وانسلبت منا كرامته. بس اكبر غلط، وان شاء الله يا رب نتمنى من الجهات المختصه ان ينتبهوا للشيء هذا وياخذوا قرار حازم عشان مهزله بشكل لا يوصف. شفت كم صوره على الفيسبوك كان صور تهريب السيارات والمواضيع هذين. ان شاء الله ربي يصلح الحال، وان شاء الله ربي ما نشوف المواضيع هذين مره اخرى.